3000 عام وأكثر، تظهر الشمس بازغة فوق مدخل معبد آمون رع بالكرنك. صباح كل يوم يوافق 21 من ديسمبر من كل عام، لتنير الشمس محوره الطولي بالكامل لمدة ساعتين، بحيث يمكن للواقف أمام المدخل أن يرى صرحاً على اليمين وآخر على اليسار، والشمس تتركز بينهما خلف هذا المشهد البديع. إعجاز وسبق رياضي وفلكي سجله المصري القديم. تشرق الشمس من أقصى نقطة جنوب الشرق الحقيقي بمقدار 23 درجة ونصف الدرجة، لتكون آشعتها عمودية على مدار الجدي جنوباً، والتي هي نفس درجة ميل محور دوران الأرض، كما أنها هي نفس درجة محور معبد آمون رع من ناحية الشرق الحقيقي. معرفة مذهلة بالفلك عكست عبقرية الأرض والإنسان المصري القديم الذي حقق الإعجاز والتفرد في عمارته للأرض. في الأصيل ترتحل الشمس لمجمع الأديان بالقاهرة وتصفو لتراتيل الصلوات من معبد بن عزرا والكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص. وتعانق قمم الأهرام المهيبة قبل أن تودعها في ساعة الغروب لتحقق تماثلاً فلكياً آخر. فطول الهرم الأكبر الأصلي كوحدات هو نفس المسافة تقريباً بين كوكب الأرض والشمس. ما بين المشهدين رقائق حضارات وثقافات انصهرت في البوتقة المصرية وصقلت الشخصية المصرية بقدر ما شكلتها، وأصبحت شاهدة على قيم التسامح والتآخي في مصر بشكل يجعل وادي النيل أشبه بشريط يحوي سجلات التاريخ وحضاراته وأسمى قيمها. تسامح وتآخ، إبداع وإخلاص تام للإله الواحد، صبر وقوة وصلابة أمام موجات العدوان البربرية. تلك سمات الشخصية المصرية التي انبثقت من هوية مصرية عريقة. هوية ضاربة في القدم تراها تارة على صلاية نارمر وأنشودة النصر في الكرنك، وهوية تقول إن مصر باعثة الضمير الإنساني وشاهدة على تطور التاريخ وتعاقب الحضارات. فمن نحن من رقائق الحضارات التي مرت على مصر وأثرت فيها بقدر ما تأثرت بها؟ أنا المصري كريم الله.
يقول عالم الجغرافيا المصري جمال حمدان في موسوعته شخصية مصر إن مصر ملكة الحد الأوسط، وإن شعبها يمتلك قدرة عجيبة على الامتصاص. فالشعب المصري صهر كل ما قابله من ثقافات ولغات وحتى حضارات، وخرج بها في نسيج واحد متصل في حلقاته، ويحمل طابعه الخاص. فلمصر أبعاد عربية وإسلامية، وقبطية وأورو متوسطية، وآسيوية وإفريقية، وفي القلب من كل هذه الأبعاد هوية ضابطة وجامعة لها برقائقها الحضارية. ولهذا نرى تصدي مصر للمغول والتغلب عليهم والانتصار لرسالة الإسلام، ونراها ملاذاً آمناً للعائلة المقدسة، ونراها عمود الخيمة العربية ومركز ثقل المنطقة برمتها. هذا المزيج الرائع إنما تشكل بناء على تميز الهوية المصرية وقوة سماتها الشخصية التي بعثت الحياة في روح القومية المصرية، وخاصة وقت الاحتلال الإنجليزي الذي أيقظ هذه الروح وأظهر تجلياتها في تاريخ النضال الوطني طوال 7 عقود، وخاصة في ثورة 1919. إلا أن هذه الهوية تعرضت لأخطر محاولة لاختطافها وتطويعها بما يتنافى مع الميراث التاريخي والحضاري الثري للأمة المصرية. حينما وصلت الجماعة الإرهابية للحكم وسعت لتطويع الهوية المصرية ضمن أجنداتها الطائفية المنغلقة، بل أسقطت الجماعة الإرهابية رقائق تاريخية بأكملها، وأنكرت المرتكز الرئيسي الحضارة المصرية القديمة، وسعت إفساداً وفساداً في كل ما يربط الشعب المصري ببلاده، وذلك لحرف الشعب المصري عن جذوره التاريخية والحضارية، تمهيداً لإدخال ولاءات وانتماءات ما دون الوطنية، بما يعرض الأمة المصرية لتوديع المشاركة في صناعة تاريخ المنطقة والعالم. كادت أن تغيب شمس الكرنك والأصيل، حتى هب الشعب المصري منتفضاً في وجه الجماعة الإرهابية ومشروعها الطائفي في مصر والمنطقة برمتها، وصنع ثورة 30 يونيو 2013، تلك الثورة العارمة والفارقة في تاريخ مصر الحديث خلال 200 عام من النضال الوطني. انتفض الشعب وانتصر لهويته، انتصر للحضارة وتراكمها في جيناته ووعيه، انتصر لمستقبله القائم عليها، وبدأت مصر مرحلة البناء في البشر والحجر. وأدرك صانع القرار أهمية الهوية المصرية التي انتفض لأجلها المصريون في التأسيس لجمهورية جديدة تقوم على 5 دعائم. أولها الهوية المصرية، اللبنة الأولى في بناء الإنسان المصري المعاصر ومؤسساته وحاضره ومستقبله، لاسيما أن مصر التي هضمت ثقافات العالم القديم واحتفظت بشخصيتها تتميز بوحدة لا مثيل لها، وحدة الجغرافيا والجينات، وحدة النسيج والأهداف. فالوحدة بين المصريين ليست وليدة الصدفة، بل لأننا ننحدر من أصول واحدة، فمعظم المصريين تعود أصولهم إلى المصريين القدماء، ولهذا
كان حرص الدولة المصرية على إطلاق مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين في مارس من عام 2021 بهدف رسم خريطة مرجعية جينية للشعب المصري، وهو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديث. كانت تلك الخطوة الأولى نحو ترسيخ الهوية المصرية بعد الثورة العظيمة في 30 يونيو. أما الخطوة الثانية فكانت بعث شواهد هذه الهوية من خلال ترميم وتشييد المتاحف وإطلاق الاحتفالات الأسطورية التي تحتفي بالحضارة المصرية القديمة وأعيادها. وتصدر المتحف المصري الكبير، وهو أكبر متحف في العالم لحضارة واحدة، تصدر اهتمامات السيد الرئيس منذ عام 2014، حيث وجه سيادته بسرعة الانتهاء منه انتهاءً كاملاً بعدما تأخر تنفيذه، بجانب بطء أعمال نقل القطع الأثرية من المتاحف والمواقع المختلفة إلى مركز الترميم بالمتحف. وكان حجم الإنجاز وقتها 20% فقط لا غير. وفي 7 سنوات أنجز من أعمال البناء والتشييد والترميم بالمتحف ما لم يتم في 12 عاماً، حيث رمم ما يقرب من 14,540 قطعة أثرية بالأسلوب العلمي، وأجريت أعمال الصيانة لأحد 11,314 قطعة أثرية. وظل الرئيس السيسي متابعاً لحظة بلحظة كل ما يجري في المتحف المصري الكبير، فالهدف أن يتحول المتحف إلى أعجوبة مصرية مهداة للعالم. لم يكن المتحف المصري الكبير وحده الحائز على اهتمام القيادة السياسية التي أعادت مصر لاعباً إقليمياً ودولياً على ساحة السياسة العالمية، بل امتدت جهود الدولة لتصل لبناء متاحف جديدة، منها المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط الذي افتتح في موكب أسطوري للملوك المصريين في أبريل من عام 2021، بينما افتتح متحف شرم الشيخ في أكتوبر من عام 2020. وتدور فكرة العرض المتحفي في شرم الشيخ حول مفهوم حب الحياة على أرض مصر من خلال مقتنياته التي تبلغ 5,200 قطعة. أما متحف كفر الشيخ والذي افتتح في أكتوبر من عام 2020، فإنه يلقي الضوء على قصة الصراع بين حورس وست ودور إيزيس في هذا الصراع. ننتقل جنوباً نحو سوهاج، حيث افتتح متحف سوهاج في أغسطس من عام 2018، ويضم المتحف 2,924 قطعة للحضارة المصرية القديمة تعود لملوك وشخصيات مهمة بالدولة القديمة. وكذا شيد في الغردقة متحف افتتح في فبراير من عام 2020، ويعرض المتحف 1,273 قطعة أثرية تعود لحقب متتالية تبدأ بعصر ما قبل الأسرات وحتى العصر الحديث. ويعد هذا المتحف أول متحف يقام بالشراكة مع القطاع الخاص. الاهتمام بإرث الأجداد وصيانته والعمل على تقديمه في أبهى صورة للمصريين وللعالم أجمع هو في صلبه تأكيد على أصل جامع للمصريين، أصل هو قلب هويتهم الوطنية، لتحفظ وتصان آثار الأجداد العظام لتذكر المصريين بهويتهم وتاريخهم الذي صاغ فجر الضمير، ويصوغ حالياً الجمهورية الجديدة لتبزغ الشمس وتنير الطريق، كما أنارت لمن عاشوا هنا قبل آلاف السنين وألهمتهم فأثروا وجدان كل الناس في كل الأماكن والأزمان.